وفي ذات السياق أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجومين اللذين استهدفا بوابة الستين جنوب جدابية وبوابة عجلة الشمالية. كما أكد تنظيم داعش الإرهابي في بيانه عبر وكالة أعماق الذراع الإعلامي للتنظيم على أن التفجير كان بواسطة انتحار انطلق بسيارة مفخخة واستهدف عناصر الجيش الليبي في بوابة الستين جنوب مدينة جدابية. هذا وكان تفجير إرهابي آخر استهدف بوابة الستين الواقعة جنوب جدابية وأسفر عن استشهاد جنديين وجرح آخر عقب هجوم آخر تعرضت له بوابة عجلة الشمالية قامت به مجموعات إرهابية وخطفت أحد أفراد الحماية القائمين على البوابة.